ومع اقتراب عام 2020 من نهايته، ومن خلال الفقرة المخصصة للوقوف على حصاد العام الإخباري وللحديث عن الصراع الأمريكي الإيراني في العراق، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي العقيد الركن حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام من إسطنبول. مرحبا بك معنا. حياكم الله، مساء الخير لك ولمشاهديكم الكرام. مساء الخيرات سيادة العقيد. نحن نتحدث عن صراع إيراني أمريكي يتجلى في أكثر من صورة وفي أكثر من منطقة بالمناسبة، ولكن ما يعنينا هو الحديث عن هذا الصراع في العراق على وجه التحديد. كيف ترى حالة الصراع بين أمريكا وإيران خلال هذا العام والذي بدأ بمقتل قاسم سليماني؟ نعم، لا شك بأن الصراع بدأ محتدما بين واشنطن وطهران في عام 2020، خصوصا بعد أن كانت هناك سلسلة متواصلة من عمليات القصف الجوي المتبادل بين الطرفين. بدأت من قصف مواقع ومخازن ومستودعات الأسلحة والأعتدة التابعة للحشد الشعبي في معسكر الشهداء في آمرلي، ثم معسكر أشرف، ثم معسكر في ديالة، ثم معسكر الصقر في بغداد، ثم معسكر بالقرب من قاعدة بلد الجوية، ثم منطقة القائم، وصولا إلى مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس. أنا أعتقد بأنه جميع هذه الحلقات التصعيدية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، منها الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض العقوبات الاقتصادية بحزمتها الأولى والثانية، وفرض العقوبات على شخصيات وكيانات وشركات، وصولا إلى سياسة الضغط الأقصى لدفع النظام الإيراني إلى القبول إلى الجلوس إلى طاولة مفاوضات، حيث استبعدت الإدارة الأمريكية الخيار العسكري وركزت على العقوبات الاقتصادية لدفع طهران للجلوس إلى طاولة مفاوضات. ثم بعد ذلك فرضت شروط 12 شرطا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بأنه يجب على إيران أن تستجيب للشروط الأمريكية بما فيها إعادة كتابة الاتفاق النووي ما بين الدول 5+1. طبعا يقابل هذا التصعيد حقيقة الأمريكي تصعيد إيراني واضح ومباشر وغير مباشر أيضا، لأن الاستراتيجية الإيرانية تقوم على فرضيات الحرب الغير متكافئة لمواجهة خصوم متفوقين عليها بالقدرات العسكرية والحرب الإلكترونية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحلفائها من دول المنطقة. نعم، لذلك عملت طهران على توظيف الجغرافيا، العمق الاستراتيجي والبعد الديني والمذهبي، بما فيها خوض معارك نوعية تعتمد على القوى الصاروخية، الطائرات المسيرة والميليشيات المسلحة في دول المنطقة، باستخدام استراتيجية حرب العصابات باستراتيجية غير مباشرة والاشتباك مع العدو في جهات وجبهات متعددة. يعني عندما نأتي إلى زيارة شمخاني الأخيرة إلى العراق في آذار الماضي، قال بأنه بدأ العد التنازلي الآن لخروج القوات الأمريكية من العراق. لذلك نرى بأنه الآن هو التصعيد هو تصعيد متبادل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران تجري على الأراضي العراقية. طيب، دعنا نتوقف عند نقطة مهمة حصلت في بداية العام، وهي مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. كيف أثر ذلك على طبيعة أو ميزان القوة بين إيران وأمريكا في المنطقة ولا سيما في العراق؟ نعم، لا شك بأن مقتل العقل المدبر أو الشخصية التي ترتكز عليها السياسة الخارجية الإيرانية التوسعية في المنطقة كان لها أثر كبير جدا على تراجع النفوذ الإيراني سواء في العراق أو في المنطقة، لأن سليماني هو قائد فيلق القدس الإيراني لمدة 20 عام. هذه 20 عام حاز فيها سليماني على وسام ذو الفقار، وهو من أعلى الأوسمة الموجودة في إيران. أضف إلى هذا بأنه قاد الكثير من التشكيلات وشكل الكثير من الميليشيات الشيعية والأفغانية والباكستانية، وقام بتسليحها في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن. وبالتالي عندما نتكلم، أنا أعتقد بأننا نتكلم عن شخصية يعني لها تأثير كبير جدا على الأرض، وكان يمتلك نفوذ سياسي وأمني، وكان يطرح رؤيته السياسية ويفرضها على أرض الواقع. لذلك عندما تغيب هذه الشخصية
عن 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 الواقع عن الوضع المعقد في العراق او في المنطقه. لا شك ان التاثير نعم. كان كبير جدا على الاستراتيجيه الامريكيه التوسعيه الايرانيه التوسعيه في المنطقه. لذلك انا اعتقد بان غيابها كان له تداعيات سياسيه وامنيه كبيره جدا على المشروع الايراني داخليا وخارجيا. لعل جزء منها سيادة العقيد هو حالة التخبط كما هو ملاحظ. يعني أنت قلت قبل قليل أن إيران قالت بشكل واضح في مارس آذار الماضي أن انسحاب القوات الأمريكية قد بدأ بالفعل، أو المعركة لإخراج أمريكا من العراق قد بدأت بالفعل، ولكن في المقابل نجد أن هناك حالة من التخبط إنجاز التعبير كما يقول مراقبون، بينما في بعض المرات نستمع إلى تعليمات وتعميمات إيرانية باتجاه ضرب السفارة الأمريكية والمصالح الأمريكية، نستمع في أوقات أخرى إلى أن إيران تحاول كبح جماح هذه الميليشيات في العراق. في الحقيقة وفي الواقع، هل إيران معنية باستهداف المصالح الأمريكية وتعطي الإشارة بذلك، أم أنها معنية فقط ببعض الممارسات هنا وهناك؟ نعم، لا شك بأنه يعني عندما نتكلم عن الميليشيات في المنطقة، يعني سواء كان في العراق أو في سوريا، يعني عندما يخرج الناطق الرسمي للحرس الثوري الإيراني بعد مقتل سليماني وبعد توجيه الضربات التي كانت باتجاه قاعدة الأسد في العراق كردا على مقتل سليماني، ويضع الأعلام خلفه ومن ضمن هذه الأعلام الأعلام التي تتبع للحشد الشعبي في العراق، أنا أعتقد بأن هذه رسالة واضحة بأنه ما يجري هو يجري بأوامر إيرانية، وأي تصعيد يجري في المنطقة لا يمكن لهذه الميليشيات أن تقوم بالتصعيد ما لم تكن هناك أوامر إيرانية أو ضوء أخضر إيراني بالتصعيد. أضف إلى هذا بأنه جميع الضربات التي تجري أو الهجمات الصاروخية المتبادلة، لا شك بأن هذه الضربات ساهمت بشكل كبير جدا في خلق الفوضى التي تعم الآن سواء في العراق أو في المنطقة. أنا أعتقد بأنه الإشكال الآن كبير جدا بالنسبة للنفوذ الإيراني، الإشكال السياسي على مستوى الشارع العراقي الذي بدأ رافضا للتواجد الإيراني وللميليشيات التي تتبع إلى إيران. أضف إلى هذا بأنه أصبح الوجود الإيراني في المنطقة منبوذ من جميع دول المنطقة، لذلك هناك إشكال حقيقي الآن يواجهه النفوذ الإيراني، وهناك تراجع واضح له في العراق وفي المنطقة، خصوصا بعد التضييق الذي يجري على هذه الميليشيات سواء كان في سوريا أو سواء كان في العراق. نعم، طيب من ناحية أخرى، إلى أي مدى أثرت العقوبات الأمريكية على إيران على نفوذها في العراق وفي باقي المناطق سواء على المستوى العسكري أو السياسي؟ لا شك بأنه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران جعلت إيران تعيد الكثير من الحسابات بما فيها عملية الدعم التي تقدم لهذه الميليشيات سواء كان الدعم العسكري أو المالي أو الاقتصادي وخاصة التسليحي. أنا أعتقد بأنه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران حدت من نشاط إيران بشكل كبير جدا سواء في العراق أو سواء في المنطقة، وبذلك هي الآن حقيقة تعاني من إشكالية كبيرة جدا في عملية دعم هذه الميليشيات. نعم. بالسلاح وبالمال وحتى الدعم السياسي الآن أصبح ضعيف جدا بالنسبة لإيران، وأصبح تأثيرها الآن نستطيع أن نقول محدود بشكل كبير جدا خاصة في سوريا وفي العراق. على ذكر الوضع المالي والاقتصادي، هل تتوقع، يعني هذا السؤال المؤسف طبعا، أن يبقى العراق الرئة التي تتنفس منها إيران اقتصاديا جراء العقوبات الأمريكية عليها، وفي المقابل يدفع العراقيون ثمن ذلك؟ نعم، لا شك بأنه من الغريب يعني أن تسمح الولايات المتحدة الأمريكية التي تفرض عقوبات على إيران أن تسمح للعراق بأن يستورد الغاز وأن يستورد الكهرباء من إيران، وهي بذلك تعطي ضوء أخضر وهي تساعد إيران على عملية الالتفاف على العقوبات المتواجدة في المنطقة. أضف إلى هذا بأن إيران تدرك جيدا بأنه لم يبقى لها إلا العراق كمتنفس أو الرئة الاقتصادية التي تتنفس منها إيران، لذلك نرى بأنه أغلب الصادرات أغلب الشركات العاملة الآن في العراق والتي تأخذ مشاريع مالية كبيرة جدا من خلال الوزارات من خلال تأثير مكاتب الاقتصادية التابعة للحشد الشعبي هي تابعة لإيران، بما فيها عملية الترميم التي تجري. نعم. الآن للمراقب المقدسة سواء كانت في كربلاء أو في النجف أو حتى في سامراء. أنا أعتقد بأنه أصبح الآن النفوذ الإيراني متجذر في العراق بشكل كبير جدا،
أصبح لها نفوذ اقتصادي كبير جدا، نفوذ سياسي، وأصبح لها تواجد عسكري وتواجد عسكري كبير جدا وتواجد أمني، بحيث أصبحت تسيطر على المشهد العراقي مع غياب وضعف الدولة، مع غياب القرار السياسي للحكومة وضعف الدولة وأجهزتها الحكومية في مواجهة هذا التغول الإيراني. إيرانيا هل تتوقع أن تنخفض حدة المواجهة بين إيران وواشنطن بعد تولي بايدن الحكم؟ نعم، هذا أنا أعتقد بأنه يعني لا يمكن لنا أن نضع آمال كبيرة جدا، لأنه لن يتم رفع العقوبات ما لم تستجيب إيران إلى المطالب الأمريكية، وهذه المطالب أنا أعتقد بأنها الآن أخذت تأخذ مطالب أخرى، يعني ليس الملف النووي الإيراني، وإنما أصبح برنامج الصواريخ الباليستية التي اعترضت عليه الدول الأوروبية في الفترة الماضية أصبح مقلق بشكل كبير جدا للدول الأوروبية، ويجب أن يدخل من ضمن الاتفاق الجديد مع إيران. أضف إلى هذا بأنه النفوذ الإقليمي الآن أصبح يؤثر على دول المنطقة وعلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها إسرائيل، التي أجرت العديد من التطبيع مع الدول العربية في الفترة الماضية، وبالتالي هناك مطالب الآن وتأثيرات كبيرة جدا على الإدارة الأمريكية بأنها لن تقبل بتخفيض الوضع مع إيران ما لم تكن هناك استجابات واضحة لهذه المطالب التي تضغط عليها داخليا وتضغط على الإدارة الأمريكية خارجيا. يعني هناك الآن ستجابه الإدارة الأمريكية الجديدة بضغوطات كبيرة جدا من الداخل الأمريكي وكذلك من دول المنطقة بأنه لن يتم التخفيض مع إيران ما لم يتم الاستجابة إلى الشروط الأمريكية. العقيد الركن حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية في رسام، عبر الخط الهاتفي من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.